هذا النوع. اوكي. ده في اكثر من 3 كليات. اكيد. العنب هو حياتي، هو كل شيء. العنب هو مصدر رزقنا، احنا عايشين منه. فالعنب كتير مهم بحياتنا. قصتنا نحن والعنب طويلة كتير من قديم الزمن. الفكرة خلقت من الأولاد، يعني أولادي عم بيدرسوا زراعة وقالوا بابا إنه لما نحن عنا هالأصناف لي ما منجمعهم بشي، يعني شي مطرح وحدة وبتكون مثل مرجع نحن بنرجع له واللي ناس اللي عايزينه كمان بيرجعوا له. خلقت الفكرة هيك من 6 سنين، البنك عمره 6 سنين، عندي 210 شجرات من الأصناف القديمة اللي هي على طريق الاندثار، فحاولنا نجمعها ونحافظ عليها ونبقيها عايشة. ما نقول يعني بوقت من الأوقات إنه كان عندنا صنف اسمه هيك وانقرض. هيك نوع كتير حلو، اسمه حلو. نوع كتير كريم طيب وبحبوه كتير، مشهورين فيه بكفر مشكي. هيدا نوع تاني، هيدا اسمه لولا حالو. هلا هن الموجودين عندي 72 صنف. نحن هلا عم نشتغل مع عدة جامعات خاصة، عم نعملهم فحص الدي ان اي لنوثقهم ونشوف اصلهم من وين. 72 صنف، هن 210 شجرات، كل 3 شجرات صنف. من شان انه لا سمح الله حدا شغيل عم يفلح، حدا صار شيء انه يكون في نوع وما نلاقيه، فثلاث شجرات بضل في احتمال الاستمراريه اكثر. يعني الاصناف هي الاصناف القديمه اللي كانوا جدودنا ياكلوها ليعملوا دبساتهم، يعملوا زبيباتهم منها، يعملوا نبيذاتهم، فهي جمعتها بهالبنك وسميتها بنك العنب. يعني هيدا البنك فرق كبير بينه وبين المصارف والبنوك اللي سرقت مصاري الناس. نحن عنا بهيدا البنك لا عنا كابيتال كنترول ولا عنا هيركات ولا عنا سرقة مصاري. هيدا بنك مفتوح لكل الناس، اللي بيحب بيجي بيستفيد، بياكل عنب بيتفرج. فبنك بيختلف كتير عن البنوك.